السلام عليكم الخوت مرحبا بكم في دي جي. المهم الاخوان حنا تواجدوا في ملعب ادرا، كاينه مقابله فريق حسنيه اكادير ضد شباب المحمديه في اطار البطوله الوطنيه الدوره 23. نتمنوا ان شاء الله الانتصار ديال فريق حسنيه اكادير والظفر بثلاثه النقط ان شاء الله. حكم اللقاء المعطي صفر انطلاق الشوط الاول مسؤول عبر حسن Ensuite, aux autres groupes, les joueurs de l'Ahmadiyya souhaitent une rabattue à Mme Ismaïl Montarajir, le stade de Tissan.
استغلال تنتظر الشباب المحمدية في توقيت حسن من المدير سيت مسويته غدا مؤونيا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.